صبر عظيم وأجر كبير وباب من أبواب الجنة. في امرأة سوداء ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله إني مريضة. كانت مريضة عندها صرع، ولا جاها الصرع تتكشف تقطع ملابسها، فذهبت إلى النبي: دعي لي يا رسول الله بأن الله يشفيني. فماذا قال لها الحبيب؟ قال لها: يعني أدعي لك وتتشافين أو تصبرين ولك الجنة. أعطاها بشارة إنك لو صبرتي لك الجنة. قالت: يا رسول الله بصبر ولي الجنة. راحت من عند النبي، وشوية رجعت تذكرت شيء، قالت: يا رسول الله إني أتكشف، فأدعي الله ألا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخوان، الصبر باب ومفتاح عظيم للخير في الدنيا وفي الآخر. أعظم طلب في الكون والحياة: اهدنا الصراط المستقيم، لأن الصراط المستقيم المنتهى جنات النعيم. ولذلك من الذي إذا قال اهدنا الصراط خشع وبكى؟ لأنه يسأل الله الفلاح، لأن الصراط المستقيم هم الفريق الواصل للجنة من الذين أنعم.